زمن نسمته من بردة من بردة. مر بي مر بي مر بي واعدا وعدا مثل من نسمته من بردة من بردة. صباح الخير لجميع مشاهدي الأخبارية السورية بنهار جديد من حياتنا، إن شاء الله اليوم بيحمل بتفاصيله كل الخير والبركة، عناوين متعددة بحلقتنا لليوم وضيوف من اختصاصات متنوعة بمحاولة منا ككادر صباحنا غير لا تغطية أبرز المواضيع. قبل ما نبدأ بفقرات اليوم بنوجه كل التحية لأبطال الزمان والمكان، حراس الأمان، رجال الجيش العربي السوري، صباحكم عز وصباحكم نصر. ويسعد صباحك سالي. يسعد صباحك سلمى وصباح الخير لجميع مشاهدي الإخبارية السورية. تمام 9 الصبح من كل يوم منطلع عليكم من أقدم عاصمة بالتاريخ دمشق، مواضيع متنوعة لليوم وضيوف من مجالات مختلفة. تحيتنا الأولى والأخيرة لكم رجال الجيش العربي السوري، بكل يوم عم يولد نصر. فاصل صغير ومنكفي فقراتنا لليوم. سالي كيفك مع هالجو اليوم؟ الجو اليوم يعني ماشي حاله حلو، بس عم يتقلب الطقس كتير وهلا يعني كل العالم مريضة، بس يعني الحمد لله فينا نقول هيك. الله يبعث الخير، مبارح وأولت مبارح كان في مطرة حلوة، إن شاء الله هيك يا رب يبلش هالمطر يرجع مرة تانية ويبلش موسم الشتاء، بقى نحس شوي أكيد بالشتوية أنه صارت أكيد على البواب. إن شاء الله ما في أحلى من المطر سلمى، ما في أحلى من المطر، وإن شاء الله الله يبعث الخير بكل بلدنا سوريا. كل يوم مشاهدينا بتمر علينا أحداث جديدة بتتسجل بذاكرتنا بتترك بصمة ممكن تشكل فاصلة التحول بحياتنا. شو هي أهم الأحداث يلي تركت بصمتها بمثل هاليوم؟ خلينا نتابع. لكل يوم أحدثه وأخبره، منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1888 توقيع اتفاقية القسطنطينية الخاصة بحرية الملاحة في قناة السويس، وفي عام 1985 الجنرال صمويل دون يفوز برئاسة ليبيريا في أول انتخابات تعددية، وفي مثل هذا اليوم من عام 2005 تفجير إرهابي في وسط العاصمة الهندية نيودلهي يوقع 60 قتيلاً و100 جرحى، وفي عام 2013 افتتاح نفق القطارات مرمراي تحت مضيق البوسفور بعد 9 سنوات من بداية الأعمال، وفي عام 2015 بندراي تنتخب أول رئيس لنيبال، وفي العام ذاته 2015 الحكومة الصينية تلغي قانون سياسة الطفل الواحد وتسمح للأزواج بإنجاب طفلين من غير الشروط لأول مرة منذ عام 1978. ومن أبرز الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1920 بناسيراف، عالم أمريكي في علم المناعة حاصل على جائزة نوبل في الطب في عام 1980،
وفي عام 1938 سيرليف رئيسة ليبيريا 24 وحاصلة على جائزة نوبل للسلام في عام 2001. هو من الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1911 جوزيف بولتزر، صحفي وناشر مجري أمريكي. وفي عام 1971 إسلويس، عالم كيمياء حيوية سويدي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء في عام 1948. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. سلمى، أسماء كثيرة من الشخصيات اللي أثرت بالتاريخ طبعاً، الأول بتاريخ ولادتها أو وفاتها، مين شخصيتنا لليوم وشو هي أبرز محطات حياتها بالتقرير التالي؟ جوزيف بولتزر ولد في 10 نيسان من عام 1847 في هنغاريا. هو صحفي وناشر مجري أمريكي، وأصبح من أكبر ناشري الصحف الأمريكيين في التاريخ. استحدثت جائزة بولتزر للإنجازات في مجال الصحافة والأدب والموسيقى والفن. عمل أول الأمر مراسلاً لصحيفة تصدر باللغة الألمانية في سانت لويس، وفي غضون 4 سنوات أصبح مديراً لتحريرها وشريكاً في ملكيتها. في عام 1869 فاز بمقعد في المجلس التشريعي لولاية ميسوري، ثم اختير زعيماً للجالية الألمانية في سانت لويس. ساعد هوارس جيرالي في حملته الدعائية للرئاسة في عام 1872، وبعد مضي 3 سنوات أصبح عضواً في الحزب الديمقراطي الأمريكي وباع حصته في الصحيفة. توفي جوزيف بولتزر في 29 من تشرين الأول من عام 1911 في كارولينا الجنوبية. بينما يقارب 17 عملاً نحتياً منفذاً على خامة الخشب، حوارية وانسجام، أظهر من خلالها الدكتور الفنان النحات إحسان العر لغة بصرية أنعش فيها الخشب كمادة خام، اعتمد وبث فيها بإبداع حيوية وروح ليبتعد عن جمود الحجر والمعدن. سلمى، ويعتبر هذا المعرض الأول الذي يعتمد فيه على خامة الخشب فقط، واليوم رح نحكي أكثر عن المعرض مع الفنان والدكتور النحات إحسان العر، رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور إحسان. صباح النور. أهلا وسهلا. يعني بالبداية، عنوان المعرض هو المنحوتات الخشبية، لنحكي أكثر عن هذا العنوان، ليش اخترته وليش اخترت بالذات يكون كل شيء من الخشب؟ بداية أول شيء صباح الخير لكم المشاهدين. الموضوع الأعمال اللي اخترتها أنه نفذت في مادة الخشب، طبعا مو التجربة الأولى لي في مادة الخشب، لكن المعرض هو الأول اللي قدمت فيه 17 عمل تقريبا من مادة الخشب. الأعمال السابقة اللي مقدم أعمال بالرخام، بالحجر، بالبازلت، بالتشكيل المباشر بالمعدن. الهدف الأساسي من خلال هذا المعمل أني سلط الضوء على تجربة حبيتها، أعمل الحوار مع هاي الخامة اللي هي الخشب، الخامة الحيوية، ابتعد عن الخامات اللي بيتطلب مننا جهد كبير ليبس فيها عملية الروح مثل الحجر أو الحديد. أما الخشب فهو بتشعري كأنه كائن حي أنت عم تتعاملي معه، فهي الحوارية كتير بتحتاج من الفنان لغة يقدر يتعامل فيها مع الآخر. كيف الإنسان إذا عم يتعامل مع شخص آخر غريب عنه يحتاج إلى لغة لحتى يتم التواصل معه. فحاولت بهي المنحوتات الخشبية أني أوصل للغة، بتوقع قربت أني أوصل إلى مع هاي المادة، أو عفواً الخامة هي الخشب. فالحوار بتصور أني قدرت أوصل فيه لعدة نتائج كانت بالمعرض مبارح. تلقيت النتائج من خلال زملائي الفنانين والنقاد اللي كانوا موجودين، وحشد كان كبير كتير، بحب أشكرهم على هذا الحضور اللي كان كتير كبير فيه. هذه النتائج لمست فيه أنه فعلاً أنا استطعت أني أتخطى عتبة اللغة
اللي حاولت اتواصل فيها مع هاي الخامة. تمام. يعني دكتور مثل ما حكيت انه حاولت يكون مادة الخشب هي عنوان للمعروضات اللي انعرضت بالجاليري، بعدت عن الحجر اللي بده جهد، لقيت في لغة معينة اللي هي لغة ببساطة، دائما الخشب هو بسيط بكل حالاته، سواء كان بالبيت او كان ككوخ. يعني شو كانت الفكرة؟ انت شو كنت بدك توصل؟ شو هي الفكرة بدك توصلها؟ الغاية الأساسية من الأعمال اللي طرحتها لغة بصرية جمالية. احنا متعودين نشوف الأعمال النحتية إن كانت في الساحات أو في الحدائق أو في المنزل، حاولت سلط الضوء على هذه الخامة بس فيها لمسة جمالية من خلال تأليفات نحتية اتخذت فيها أسلوب تجريدي مبسط مبني على توازن طبعا أكاديمي، عارفان شو عم بشتغل ما بين التوازن ما بين الكتلة والفراغ. السطوح حاولت يعني أعطيها استقطاب للضوء بشكل جيد، وبعض الأماكن في السطوح لونتها من خلال ملمس الخامة. نحن بالتصوير معروفين بالتصوير الزيتي منلون بالأحمر وبالأخضر وبالأصفر الألوان المعروفة، أما بالنحت التلوين تبعنا بيكون من خلال ملمس الخامة. فبتوقع أني قدرت أوصل لنتائج فيها منعكسات لمسات جمالية من خلال الأعمال هاي اللي أنا طرحتها في هذه الأعمال النحتية. الهدف الأساسي كوني أنا نحات وفي بعض زملاء النحاتين من خلال المعارض التي تكرس في الآونة الأخيرة، لازم نأكد على ثقافة النحت المنحوتة في المنزل أو في الساحات أو في الحدائق العام. نحن متعودين على طول نشوف اللوحات في المنازل، ثقافة المنحوتة ما زالت كثير بعيدة عنا كمجتمع سوري حتى كمجتمع عربي، فلابد من تكريس هذه الفكر، فكر الفني التشكيلي اللي هو النحت، أنه يوضع في البيت في الصالون. ثقافة الهدايا بين الناس وقت بيهدوا بعضهم، مو غلط يهدي الآخر عمل نحتي أو لوحة فنية، والسبب الرئيسي مو نحن، هي عملية تراكمية ثقافة مجتمع، لأن التصوير الزيتي أسبق إلى النحت في بلدنا حتى في كافة الوطن العربية تاريخيا، وعدد النحاتين أيضا هم أقل من عدد المصورين. فإن شاء الله بهمتي وبهمة زملائي النحاتين نكرس هذا النشاط ونصل فيه لنتائج نقدر نحقق منها الغاية المطلوبة من الفن التشكيلي على صعيدين. الصعيد الأول هي تلبية رغبة ذاتية لدى النحات أو الفنان التشكيلي. أنا وقت اللي بمارس عملي الفني بحس بمتعة، بس هذه المتعة تكون مزدوجة إنه إذا أنا مبسوط بالعمل الفني وأيضا المتلقي كان مبسوط بالعمل الفني لبنج. نعم دكتور إحسان، رح نرجع ونحكي أكثر، ولكن خلينا نروح لنتعرف سوا ونحن ومشاهدينا على هاي اللغة الحوارية البصرية يلي أكيد كانت مبارح موجودة بالمعرض ونتفرج عليها مع الزميلة هيا مليس. معرض لطيف جدا، في تجربة كثير مهمة للفنان إحسان العر في تعامل مع مادة الخشب بذكاء كثير مهم، على فكرة في معاصرة كثير حلوة، في أفكار جديدة خلينا نسميها على الفن التشكيلي أو الرؤية البصرية تبعنا، تعامل مع خشب بحنان كثير بأفكار كثير رائعة. نحن نفتقد هيك معارض بهالظرف هذا. الخشب كمادة كتير مهمة بالنحت، استطاع إحسان يتعامل معها بكل روحانية بكل حب، استطاع يطوع الخشب لروحه، يعمل علاقة حب بينه وبين الخشب، يعمل علاقة إنسانية علاقة روحانية، هاي مهمة كتير على فكرة بالفن. هيا المعرض أنا في رأيي بيشكل، في رأيي الفني يشكل نقلة نوعية عند الفنان إحسان، بسبب على أن هناك تقنيات مختلفة، وفي نفس الوقت أيضا هناك تحدي جديد للفنان إحسان، تحدي أيضا في نجد يعني مثلا المواد أو نقل الكتل طيعة جدا بيديه، وكأنه لم نعد نرى يعني مادة لينة جدا ولم تعد المادة صلبة. هو يستطيع أو استطاع الفنان إحسان في هذا المعرض أن يثبت لنا على أنه باستمرار مكتشف، وهذه الاكتشافات لها دور كبير في الحركة التشكيلية في سوريا.
يعني بعد ما تابعنا هالأعمال يلي كانت معروضة مبارح بالمعرض، خلينا نحكي عن تكوين المنحوتة، العملية الأولى لتكوين المنحوتة لتوصل هيدا المنحوتة للتصور الأخير أو الذهني أو الفكرة الأساسية منها. خلينا نحكي عن بداية. أول شيء النحات لابد له من مشغل يستطيع أن ينفذ فيه أعماله النحتية، وهي عائق تمام أمام النحاتين غير المصورين. سألت هذا السؤال أكثر من مرة، أنه كيف تبلش بالعمل النحتي؟ هل هو أنه تحط مخطط وتشتغل على هذا المخطط حتى يظهر العمل النحتي بشكله النهائي؟ لا، الفكرة الأساسية ممكن الواحد يبلش بفكرة، ترسم كروكي بسيط لعمل نحتي ويبلش فيه. يكون حقق الغاية تبعه. أما الفنان التشكيلي لا، على العكس تماما، ممكن يبلش بشيء وينتهي بشيء آخر. فأعمالي النحتية اللي قدمتها في هذا المعرض ممكن حط بالبداية أنا بعض الكروكيات أو الدراسات البسيطة، لكن ولا كروكية قدرت أصل فيها بالنهاية لنفس المخطط اللي كنت حاطه بالبداية. وهي العملية الإبداعية أحيانا كل ساعة كل تماما سنة تتخلق يعني وتتولد يعني من جديد. يعني بتكون في فكرة بتنبع أو بتخلق فكرة تانية. طبعا، وفي نمطين انا بشتغل على فكر اخر، هو الفكر المفاهيمي باعمال النحتيه السابقه اذا شفتوها بالاعمال المعدنيه او بالاعمال الحجريه. على الكونسبت المفاهيمي هذيك الاعمال تتطلب الفكر اكثر من موضوع الاخراج العمل بس. صحيح. وحتى الاعمال المفاهيميه تاريخيا موجوده بالنقد الفني، انه ليس بالضروره من يقدم العمل الفني المفاهيمي هو ان يكون فنان تشكيلي، لكن عندما يقدم العمل المفاهيمي نحات او فنان محترف يمزج ما بين الفن وما بين الفكرة، وهنا يتطلب الفكرة أن تكون موضوع هدف أمام الفنان. فبأعمالي لا، اللي قدمتها أنا مبارح بالأعمال اللي معروضة بصالة كامل مبارح، كانت الهدف الأساسي تبعها هي اللمسة الجمالية، التأليف التكوين. فمثل ما حضرتك سألت السؤال أنه كيف بلشت، بلشت أحيانا من كروكي بسيط وانتهيت ممكن بناحية أخرى، بس على الأغلب 90% لا، ما بكون نفس التصميم اللي حطيته بالبداية وصلت له بالنهاية. ولا سيما أنه مادة حيوية. تماما. أنت عم تشتغلي بالخشب، أحيانا بعض العروق اللي موجودة بالخشب، العقد اللي موجودة بالخشب توحي لك أحيانا ما بتكون موجودة، تكون صحيح. فنية لحالها يمكن أنت بتحافظ عليها بقلب طبعا. في مقولة لأحد النحاتين القدماء يقال له أنه كيف تنحت التمثال من الصخر، قال له أنا لا أنحت التمثال، وقشر عنه بعض الشظايا او بعض القطع الحجريه حتى يصل التمثال الى المشاهد المتلقي. اكيد دكتور احسان، يعني حضرتك حكيت ببدايه حديثنا يمكن انه الفن النحت بشكل عام شوي ما نو اخذ حقه بالوسط الجماهيري او الثقافي بثقافه المجتمع. البعض بيقول، بعض النقاد بيقولوا انه المنحوته دائما بدها حد انسان له رؤيه فنيه ليفهمها، ما بتوصل بسهوله للاشخاص. هالشيء بنلاقيه بيتجاوز خطوطه مع الخشب، باعتبار الخشب متواجد حوالينا يمكن بالطبيعه، متواجد حوالينا باشكال كثيره، فممكن العين تقلف التكوين الخشبي. هل هذا الشيء ساعد من خلال اختيارك للخشب بمنحوتاتك؟ ممكن هذا الكلام يكون فيه وجه كبير من الصحة، بس هي المادة لا تقف يعني لا تقف عائقا أمام الفنان. يعني عندما العمل ينفذ في الحجر أو في الرخام أو في البرونز، طالما المعدات نحن في عصر حديث كل شيء موجود، المشكلة الأساسية في عقل المتلقي وعقل الشارع الثقافي اللي نحن موجودين فيه. يعني بحب أكد أو نوه على موضوع كثير هام، نشر ثقافة النحت نحن بالمجتمع عنا. يمكن بالعام 98 كانت بداية الملتقيات النحتية اللي كانت موجودة في ساحات العاصمة دمشق. كنت مشارك في أول ملتقى نحتي كان في قلعة دمشق. هذه الظاهرة، هذا العمل النحتي عندما ينجز أمام المشاهد أمام المارة بالشارع، بيعرف كيف أنه هذا العمل عم يتنفذ، ما مباشرة بشوف العمل هو جاهز. وبعدين لازم يعرف هذا المشاهد، حتى الطبقات العامة من الشعب، يقدر يميز ما بين فكرة الصنم اللي مسيطرة على العقل تبعه وما بين العمل النحتي. العمل النحتي يحتاج إلى كثير من الوعي. بالضبط، في لغة، لغة للتواصل مع العمل الفني. فهي جوانب لازم كثير نأكد عنها، ليس على مستوى عامة الشعب، أيضا يتطلب من بعض فئات المجتمع والمثقفين البحث جديا عن لغة التواصل مع هذا الفنان المبدع أو مع العمل الذي يراه أمامه. إذن لابد لنا من عملية التواصل هي حلقة ما بين العمل النحتي أو العمل الفني وما بين الفنان والمتلقي.
بدنا نعرف وين نقاط الضعف بهذه المثلث هذا، وقت نعرف نقاط الضعف وين نقدر نعالجه بشكل مزبوط. احنا علينا واجبنا كفنانين تشكيليين وكاتحاد فنانين تشكيليين وكنحاتين ومصورين ان نعمل. احنا بهالفتره يمكن عندنا اكثر فتره نشاط فني خلال الاحداث اللي مرت فيها تماما سوريا. رغم سنوات الحرب أكيد. يعني قبل الاحداث يمكن ما كان عندنا هذا النشاط، فبالعكس كان عندنا رده فعل بهذه الاحداث اللي عم تصير ببلدنا، لا انه نحن ننتج فن وسوريا ما زالت معطاءه ونحن موجودين وعم نقدم عمل فني جيد. اكيد الابداع دائما ما بيخلق من عدم، ما بيخلق من فراغ، دائما الابداع هو موجود. مثل ما حكيت بظروف الحرب هو بالعكس زاد وكبر. قديش روح الفنان بتلعب دور باي لوحه، باي منحوته، باي شيء. دائما الروح الى مثل اثر او خلينا نقول بصمه للشيء اللي مقابله للفنان. طبعا اكيد اول شيء البيئه، فينا نحكي نحن عن البيئه الحاضنه نحن اللي موجودين فيها. نحن بلادنا بلاد جميله، انا بالريف تماما، بنشوف الاشجار، بنشوف الطبيعه، بنشوف الجبال، هذا يعني كثير بيفرض وجوده على نفس الفنان. الشيء اللي حاولت انا اقدمه بالاعمال الفنيه الاخيره هو صح اللغه اللي عم بقدمها لغه تجريديه. نعم. لغه تجريديه، لكن بتلامس الروح، الانفعال الروحي اللي بيطرحه الفنان بهذه الاعمال الفنيه لابد من صيغه يطرحها من خلال هذا العمل الفني. نعم. لغه تجريديه لكن عم بقدم فيها لمسه رومانسيه. الرومانس نحن بنعرفه بالفن التشكيلي 90% بيجي من الاعمال الواقعيه، اغلب الاحيان من الاعمال الواقعيه، فاني انا استطيع اقدم لغه تجريديه باعمال فنيه، هذه اللغه التجريديه عم خاطب فيها او خليتها تماها مع الفكر الرومانسي، فهذا انا وهذا ما حضرتك عم تاكدي عليه انه موضوع. نعم. علاقته مع الروح، لابد من هذا التواصل ما بين اغلب الاعمال الفنيه، ليس بالضروره ان تنتمي الى مدرسه فنيه واحده. تمام. ممكن تنتمي الى اكثر من مدرسه فنيه، فانا هون ان شاء الله اني اكون قدرت وصلت لهذا الموضوع، وهذا لمسته من خلال اصدقائي اللي كانوا موجودين بالمعرض، كانوا شعرت السعاده بوشهم موجوده انه بدنا نكرس هذا المفهوم، المعارض نزيد المعارض، النحت قليل لكن موجود ولازم استمر بهمة زملائي فنانين النحاتين إن شاء الله. أكيد، ومثل ما بيقولوا سالي، في ناس بتقول هذا الشيء خشبي ما بيحكي، بالعكس الخشب هو أكتر شيء قادر أنه يكون مرن ويحكي، وحكى أكيد بين إيدين الدكتور إحسان. شكرا لوجودك معنا. ميدها سالي فيكم. بدنا نشكر وجودك معنا دكتور إحسان، رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين. إن شاء الله يا رب منشوف معارض تانية لإلك، مو بس خشب، منحوتات تانية. شكرا كثير لك ويسعد صباحك. شكرا لك. سالي، حنروح لطريقة من طرق دعم لمرض سرطان الثدي وهي الرياضة. ماراثون افحصي أبكر لتطمئني أسرع اللي أطلقته وزارة الصحة ضمن نشاطاتها التوعوية بمرض سرطان الثدي، وتفاصيل بتقرير الزميلة نرمين عمار. كوني قوية وفحصي حالك وانتي انسانة رائعة. الوقاية خير من قنطار علاج. فحصي لانه نحن بحاجتك، نحن هون لحتى ندعمك ونشجعك ونوقف معك. اذا المرأة سليمة فالاسرة كلها سليمة. اتوعي ولا تتوقفي، حافظي على جسمك، حافظي على صحتك، حافظي على انوثتك، وروحي فحصي، اهتمي بحالك لانه انتي اساس كل شيء. كل امهات سوريا هي امهاتنا ونحن كلنا عائلة واحدة. بهي العبارات وضمن لعبة الوقت وبعيدا عن فرضية الحظ، لنقدر نكسب نسبة شفاء تتجاوز 90% في حالات الكشف المبكر عن المرض. بدأ ماراثون اختتام الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي برعاية وزارة الصحة وبمشاركة العديد من الجهات والمنظمات الأهلية في المجتمع وبحضور عشرات المواطنين من مختلف الأعمار، انطلاقا من ساحة الأمويين ووصولا إلى مدينة جلة الرياضية. من خلال نحن حملاتنا التثقيفية وتوعوية منعرف السيدات، منعرف المجتمع لشو هي طبيعة هذا السرطان، شو هي الوسائل الوقاية منه، وكيف نحن ممكن نكشفه بشكل مبكر حتى نتجنب العواقب السيئة لإله. حملة السنة أخذت طابع خاص كونه في توجه لفئة السيدات من عمر 20 سنة لحتى نوعيهم على طريقة الفحص الذاتي للسيدة لإلها بنفسها بجوات البيت،
وندربهم على الفحص من قبل الأخصائيين، إلى جانب ذلك توجهات أن السيدة بعد 40 سنة تعمل صورة كل سنتين للإطمئنان، إلا السيدات ذوي العالية الخطورة اللي في عندهم إصابات سرطانية فلاجب أن يكونوا مراقبة كل 6 أشهر للسنة. لما بنحكي عن سرطان الثدي ما عم نحكي عن السيدات بس، لأنه في 1% نسبة إصابة سرطان الثدي عند الذكور. استطعنا من خلال هاي الحملة السنة ب3 أسابيع الأولى أنه نفحص 150 ألف سيدة على مستوى سوريا، نصور 6000 سيدة تصوير مامو، وكان هذا حافز إن السنة دخلنا 4 أجهزة ماموغراف جديدة على المراكز الصحية، فأصبحت الوزارة تملك 33 مركز. إن شاء الله السنة الجاية مع الحملة الجاية الرقم بيرتفع بإذن الرب. نحن مو هدفنا سيدة المجتمع فوق 40 سنة تمام فقط، لازم نحن نوعي السيدة اللي هي من هي وصغيرة تمام، شلون بتساوي فحص ذاتي، شلون بتساوي فحص دوري، شلون توعي أمه. أهم شيء هو الدعم النفسي، يعني مجرد أنه ما عملوا هاي الحملة الكل رح يسمع، الكل رح يشوف، الكل رح يطلع ويشارك فيها، فبالنهاية رح يصير في عن هذا الخوف والحاجز اللي عندنا يا نحن كنساء أو كأمرأة صغيرة أو كبيرة كانت رح يخف عنا. أظن كاليوم كشباب أنه نحن داعمين للمرأة، ولازم أنه المرأة هي جزء من المجتمع، لازم يكون الشاب داعمه. لأنه مرض بيركض ليسرق الصحة والسعادة من قلوب السيدات، كان لازم نكون أسرع لنأكد على ضرورة الفحص المبكر والكشف عن مرض سرطان الثدي، واللي هو هدف ماراثون اليوم. من أمام نادي جلاء للإخبارية السورية إرمين عمار. برعاية الرفيق المهندس هلال هلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي، تم تخريج الدفعة الأولى من طلاب جامعة الشام الخاصة وذلك في دار الأسد للثقافة والفنون. كيف كانت الأجواء من تابع سوا؟ حاملين علم وطنهم وحاملين راية العلم عاليا، هكذا دخل خريجو الدفعة الأولى من طلاب جامعة الشام الخاصة لمدرج دار الأسد للثقافة والفنون، حيث أقيم الحفل برعاية المهندس هلال الهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي. استطعتم واستطاعت هذه الجامعة اليوم في باكورة أعمالها وباكورة خريجيها أن نرى هذه الكوكب الرائع من أبناء الوطن الذين حموا جامعاتهم بصدورهم كما هو السواد الأعظم من أبناء جامعات القطر الذين حملوا الكتاب والقلم بيد وحملوا البندقية باليد الأخرى ليقول لشذاذ الآفاق لن تستطيعوا أن تنالوا من شعب هو كذلك، هو يأخذ العلم ليرتقي به، وهذا ما حصلنا عليه. إذن اليوم هذا التخرج له معاني عدة، هذه الجهود الكبيرة التي بذلت من إدارة الجامعة من القيمين على الجامعة من الكادر التدريسي الكادر الإداري كلها أكيد جهود ليست ببسيطة على الإطلاق، لكن عظمتها أنها تأتي في هذه الظروف القاهرة، عظمتها أنها تقول لمن أرادوا خرابا ودمارا أن سوريا هي دائما وأبدا عالية مرتفعة لأنها تسير بخطى ثابتة على هدي قائدها على هدي أمينها الذي دائما وأبدا كان العلم هو شعاره دائما وأبدا. تحية كبيرة لذوي الطلاب على ما بذلوه من جهد لأجل مساعدة أبنائهم في تحقيق حلمهم، ولا بد من شكر من بذلوا جهودا كبيرة من أجل تنفيذ الخطط الدراسية وعد الارتقاء بمستويات ذلك التدريب نقطة تميز تضاف إلى نقاط الإيجابية الجامعة التي ترفع ودائرة
قيم نمط التعليم التفاعلي مهيئة السبل التقنية لآفاقه. منذ بداية تأسيس هذه الجامعة في عام 2011 كانت صرحاً تعليمياً يساهم في فتح أفق جديد للطالب السوري من خلال فروعها ومخابرها وكادرها التدريسي، ليكون خريجوها من المساهمين في إعادة أعمار سوريا. بعد نشر الإخبارية السورية ضمن برنامج الصباحي صباحنا غير تقرير عن أول فيلم روائي طويل باللغة العربية عرض في لواء الإسكندرون، مخرج الفيلم ميريك جولتكين وجه رسالة شكر وأمنيات مليئة بالمحبة والتقدير لسوريا وشعبها، والتفاصيل بتقرير الزميل أسامة شحود. بعد عرض الإخبارية السورية في نشرتها الثقافية تقريرا حول أول فيلم طويل باللغة العربية يعرض في دور السينما بلواء إسكندرون، مخرج الفيلم ميريك جولتكين يوجه باسمه وباسم أهلنا في اللواء السليب رسالة شكر ومحبة للوطن الأم سوريا، معربا عن تقديره لمتابعة القناة جهود أبناء اللواء السليب في المحافظة على اللغة العربية. أهلا وسهلا من لواء إسكندرون لسوريا، الله يحفظكم وينصركم، الله ليذرنا فيكم، الله ينصرها لسوريا. شاهدت الفيديو مشكركم، الله يخلي لنا أنتو، أنا بحبكم قد روحي، ديروا بالكم لحالكم، الله يحفظكم والله يحفظ شعبنا والله يحفظ رئيسنا، تموا بألف خير. يذكر أن الفيلم يحمل عنوان حسن في سو، وهو فيلم كوميدي تجري أحداثه في منطقة السويدية بلواء إسكندرون، يتناول في مضمونه العام الحياة اليومية لأهل اللواء بطابع كوميدي وباللغة العربية المحكية التي ما زال أهل المنطقة يحافظون عليها رغم مرور السنوات الطويلة على سلخ اللواء عن الوطن الأم سوريا. بازار؟ لا والله هو البدأ لازم روح على البازار. أصليته هذا ما اسمه مايكل جوردن، لكن هذا من عندنا مدعى اسمه ماجيت الجردون. سلمى، بما أنه هذا الشهر هو شهر التوعية بسرطان الثدي وحكينا كتير خلال الفترة الماضية عن هذا المرض وعن أعراضه وعن أشكاله، اليوم رح نحكي أكثر عن استقبال المشافي السورية لحالات سرطان الثدي وغيرها وكيف بيتعاملوا معه. معنا الدكتور عصام أمين مدير مشفى المواساة، أهلا وسهلا فيك. أهلا صباحك. صباح الخير دكتور. صباح خيرات، أهلا وسهلا فيكم دكتور. بالبداية خلينا نحكي مثل ما كنا عم ندردش هيك تحت الهواء، يعني مرض سرطان الثدي نسبته عالمية موجود بكل العالم، ولكن في نسب بسوريا ولو هيك نطلع عليها من خلال أكيد الحالات كمان اللي بتراجع المشفى. هلا الحقيقة بالنسبة لسرطان الثدي أهميته بتكمن من شيوعه. هلأ هو السرطان الأكثر شيوعاً عند المرأة وثاني أكبر سبب للوفاة عند المرأة بعد سرطان الرئة، يعني سرطان الرئة بيجي رقم واحد بالنسبة لأسباب الوفاة عند المرأة بالسرطانات، سرطان الثدي هو رقم اثنين، بس هو أشيع سرطان موجود عند المرأة. صافي سيدات، كل 8 نساء في وحدة منهم مصابة بسرطان الثدي، نسبة مخيفة. بالعالم كل دقيقتين، هلأ إذا عدينا دقيقتين تشخص حالة سرطان الثدي، كل 13 دقيقة في عندي حالة وفاة من سرطان الثدي. هلأ الجميل هون عم نحكي على الجانب النص الكاسة الفاضي، وهلأ نحكي على النص الكاسة الثاني، إنه التشخيص المبكر يؤدي إلى شفاء يقرب من 100%.
يعني هون السرطان هذه بيقسموه لمراحل ستيج 1 2 3 4 فاذا كان الكشف مبكر فالنسبة الشفاء تقترب من 100% ومن هون اهميه الحملات اللي عم بتصير مشان بالنهاية تقصي الأورام بشكل مبكر عالمياً. هلأ بناخد كنسبة يعني العالمية. شو التوصيات العالمية؟ التوصيات العالمية اللي بتقول إنه إذا في امرأة في قصة وراثية عندها من 35 لازم تبلش تعمل فحص دوري لموضوع الثدي. يعني الفحص الدوري شو هو؟ عبارة عن الماموغرام اللي هو تصوير الثدي والإيكو. بين 40 للـ44 يفضل هون انتقلنا يفضل انه تعمل بشكل سنوي فحص مامو وإيكو. هلأ البيك تبع السرطان الذروة اللي هو بين 45 للـ54 هون انتقلنا من يفضل إلى يجب. يجب ضروري انه كل مرأة عمرياً بين 45 للـ54 تعمل فحص وبشكل دوري لموضوع سرطان الثدي. هلأ بتتراجع شيوعه شوي بعد 55. هو كتير ورم سرطان له علاقة طبعاً بالعامل الوراثي وله علاقة بالهرمون الأنثوي اللي هو الاستروجين. لذلك الورم هاد في الناس اللي عندهم خطورة أعلى يصير عندهم هن جماعة البلوغ المبكر جماعة اللي بيتأخر عندهم سن اليأس قلة الولادات قلة الإنجاب لأنه عم يضل مستوى الأستروجين عندهم عالي. استعمال الأدوية موانعات الحمل الأستروجينية لأنه هالهرمون هذا وجوده لفترة طويلة بيأهب لموضوع سرطان. فأهمية موضوعنا هو موضوع أنه الكشف المبكر والشيوع الهائل. الحقيقة مشفى المواساة بمناسبة عيد الأم بالشهر ب 21 آذار كلنا لأمهاتنا كمان كل عام أنتم هن بخير كل أمهات سوريا يا رب تنعاد عليهم. المفروض أنه نحن كل يوم بالنسبة لأنه نحن نعيد مو بس ب 21 آذار. فعملنا بمشفى المواساة شفنا 375 حالة عشوائية بشكل مجاني. هلا من 375 حاله طلع عندنا 10 حالات سوسبيشيس مش مشتبهه. ان عامل لها بعد التصوير خزعه واللي تاكد منها 3 حالات طبعا تم معالجتهم بشكل مجاني. بتعرف مشفى المواساه والمستشفى الاكاديمي والخدمي الاول بسوريا ولا يزال يقدم معظم خدماته مجانا. هلا هون بدي نوه كمان على موضوع الجهاز. بمشفى المواساه جهاز الماموغرام هو من أحدث الأجهزة الموجودة في القطر العربي السوري. جهاز ديجيتال مؤتمت بنعمل الفحص بيطلع الشاشة عند الفنية بينتقل بشكل مباشر لطبيب الأشعة تمام. والشيء الحلو فيه إنه في عملية ضغط للثدي أثناء الفحص. لذلك كتير من النساء بيخافوا من الفحص إنه مؤلم. بالجهاز تبع المواساة الضغط مرن لا يسبب ألم. تمام. هلا عملنا كمان ب 15 و16 و17 10 100 حالة كمان طلع منهم حالتين سرطانيات وتم يعني وكان تشخيص مبكر وتم معالجتهم وتقديم العلاج المناسب لهم. بدي أقول هون كلمة كمان أخرى إنه حتى إذا تم كشف سرطان الثدي وبمراحل متأخرة ستيج 4 فهناك نسبة شفاء تقترب من حوالي 22-23%. نسبة يعني كتير منيحة نسبة كبيرة رغم أنه سرطان جاي مرحلة رابعة. فهو سرطان قابل للشفاء. تشخيص مبكر كتير مهم. ولذلك نحن أنتوا كمان دوركم موضوع التوعية الإعلام المقروء الإعلام المسموع رح نحكي دورنا تماما. يعني دكتور حكيت عن نشاطات مشفى المواساة
حكينا عن جهاز الماموجرام، إن شاء الله يكون كل اللي هلأ عم يتابعك استفاد من هيدا المعلومة كونه هو جهاز حديث. مرض السرطان الثدي بالآونة الأخيرة صار منتشر لعدة عوامل. قديش دكتور التوعية غير التوعية حتى القوة النفسية تلعب دور بالعلاج؟ طبعا هو يعني الموضوع السرطان هو صراع، صراع بين مرض وصراع بين شخص والبقاء للأقوى. فإذا ما كان في إرادة بالتغلب على العدو صحيح. الكبير اللي هو السرطان، المريض بيستسلم واستسلامه طبعا تجاه المرض الخطير هذا ما بيتابع العلاج، فيؤدي طبعا إلى انتشار المرض. شيء عم يعمله هلأ مشفى المواساة، حبيت كمان نوه عليه، ما غير مسبوق بالقطر العربي السوري. في دراسة هلأ بتنعمل بمشفى المواساة. طبعا الماموجرام، الفحص الماموجرافي هو فحص شعاعي. هلأ في شيء بالعالم اسمه الفحص بالأمواج الانفراريد تحت الحمراء. هي عبارة عن كاميرا مو أشعة. فهلأ في دراسة طالبة ماجستير عم نساويها مع بتعاون مع الهندسة الطبية ومع معهد الليزر. نسبة الإيجابية كتير عالية، الفحص موثوق أكثر من 90% وما في تعرض للأشعة. وإن شاء الله بعد نتائج الدراسة هنطبقه. وهذا الخلايا السرطانية لما بتتعرض للكاميرا بتطلع بلون أحمر، السليمة بتطلع بلون أخضر. فإذا في اشتباه وقت من حوله بيعمل ماموجرام وبيعمل إيكو. نعم. أكيد. يعني يا دكتور عموماً مرض السرطان له مراحل كتير خلال فترة العلاج، وكل مرحلة إلى تكلفة معينة. اليوم لما عم نحكي عن مراحل متعددة وأيضاً هي متوفرة وبتكلفة رمزية أو شبه رمزية حتى، وفي بعض الأمور تقدم مجاناً. يعني رغم سنوات الحرب ما زالت سوريا قادرة على أنها تدعم مرضى السرطان بكافة. لا زالت في الأزمة. قدي حضرتكم كمان من خلال مشفى المواساة قدرت تكونوا داعم وجزء من هاي العملية الشفائية. لا زالت الدولة السورية رغم الحرب الظالمة الجائرة التي فرضت على سوريا تقدم الخدمات المجانية للمواطن العربي السوري وبشكل مجاني بالكامل، من التشخيص إلى العلاج. ومثل ما قلتي الأدوية السرطانية هي أدوية مكلفة جدا، وفي حصار اقتصادي علينا حتى باستيراد هاي الأدوية. والسوريا كمان رغم أنه كمان هي كانت مصدرة للدواء لـ90 دولة بالعالم، رغم كل هالشيء لازلنا 90% من المنتج المحلي. الإنسان السوري بالنهاية إنسان خلاق، والدولة السورية كان عندها الموضوع القطاع الصحي والغذائي خط أحمر. هذا أبعد عن كل عمليات ترشيد. بالعكس نحن بفترة الأزمة عملنا مشاريع غير مسبوقة بفترة ما قبل الأزمة. دائما الشعب السوري شعب خلاق، والدعم الدولي طبعا ما قصرت بهالقطاعين بسبيل تقديم أفضل خدمة صحية ممكنة للمواطن العربي السوري اللي بيستاهل منا كل دعم وتقدير. أكيد. نعم. يعني دكتورة حكينا عن نشاطات المشفى، حكينا عن الحالات بنسب تقريبية. خلينا نحكي أكثر عن الحالات اللي عم تتعالج، قديش نسبة الشفاء، الكوادر الطبية اللي عم تتعامل مع المرضى بمشفى المواساة. تماما. هلأ هو كل السرطانات بشكل عام فيها البروتوكولات. هلا البروتوكول يتضمن علاج جراحي، في علاج شعاعي، وفي علاج كيميائي. تماما. هلا العلاج الجراحي يتم تقديمه في مشفى المواساة. العلاج الكيماوي كمان يمكن تقديمه في مشفى المواساة. نعم. العلاج الشعاعي عم يقدمه مشفى الأورام اللي هو مشفى البيروني. بيروني. اللي هو صار بالحقيقة جزء من مشفى المواساة. نتيجة للظروف الخاصة اللي صارت بمشفى البيروني وموقعه نتيجة الموقع اللي الجغرافي. تماما. فانتقل مشفى البيروني بجزء كبير من مفاصله لمشفى المواساة، فصار تقريبا نحن ومشفى البيروني تقريبا مشفى واحد ومشفى متكامل. هنا بيقدموا العلاج الشعاعي، نحن الجراحي والكيماوي، وكله مجانا. لا يدفع المواطن العربي السوري
ليرة سورية واحدة. أكيد. يعني دكتور كمان نحن اليوم ونحن عم نحكي أكيد عن مرض السرطان والتوعية وما يخص هذا الشهر، لازم شوي نعرج على خلينا نقول النشاطات والفعاليات اللي عم يقوموا فيها أيضا بمشفى المواساة بالتزامن مع هاي الحرب اللي عم نعيشها، عم تشهد حاليا تحديث وتطوير بالمشفى. نحكي عن أهم النشاطات الأخيرة اللي قمتوا فيها. هلأ النشاطات الكبيرة واللي صارت مشفى المواساة، أول شيء عملنا عملية ترميم كامل لقسم الإسعاف، صار إسعاف بمعايير أوروبية حديثة. عملنا ترميم كمان وتجهيز للعناية المركزة، عملنا لقسم الإنسانية النفسية. هلأ المشاريع عملنا، هلأ سوف يتم افتتاحها بعد أسبوع أو أسبوعين، نتمنى يكون الإخبارية كمان معنا بالافتتاح. في عملنا مصنع أكسجين ضمن مشفى المواساة بكلفة 300 مليون ليرة سوري، هذا يوفر على المشفى 100 مليون ليرة. مادة الأكسجين مادة حيوية بالقطاع الطبي وخاصة بعمل المشافي. طبعا صار في انقطاعات، إذا انقطعت الأكسجين معناتها انشلت العمليات وشل العمل. صرنا نحن مشفى المواساة منتجين لهالمادة، منكفي مشفانا، وإذا احتاج المشافي كمان المجاورة، مستشفى الأطفال، مشافي التعليم العالي كمان كنا مجهزين. هلأ خلال أسبوعين يمكن حيتم الافتتاح إن شاء الله. بالإضافة طبعا لمشاريع تانية، في مشاريع ترميم المحل ما بيناموا المرضى تبع الرابع في حوالي 200 سرير. هلأ المشروع الطموح الكبير اللي هو المجمع الإسعافي، هذا أكبر مجمع إسعافي موجود بمنطقة الشرق الأوسط، 11 طابة، 172 سرير، في 24 سرير عناية مركزة، في مهبط طائرة مشان الحالات الامرجنسي، انه اللي ما بيتحمل وصول هالمشفى ممكن نقلها بطائرات الهليكوبتر، في مهبط خاص، في مدرج. طبعا نحن ما بننسى كمان الجانب الاكاديمي، مشفى المواساة هو المستشفى الاكاديمي الاول الموجود، بيتخرج منه طلاب الطب وطلاب الدكتوراه وطلاب الماجستير. في عندنا 550 طالب دراسات عليا، في عندنا 4000 طالب طب بيتدربوا بمشفى المواساة. فبشكل متكامل خلية نحل عم نشتغل، وزادت فعالية الشغل كتير وظهرت بفترة الأزمة. أكيد. وهون الإعجاز السوري خلينا نسمي. أكيد. الله يعطيكم العافية دكتور. يعني سلمى دائما المشافي الدولة دائما عم تثبت انه هي رغم ظروف الحرب، رغم الحالات اللي عم تجيها، هي بحالة تطور. بدنا نتشكركم كثير. بدنا نحكي يعني نصائح، لنرجع لسرطان الثدي، نصائح منك دكتور لجميع النساء اللي هلا عم يسمعونا. هلا اول شغلة طبعا بنحكي على موضوع اي امرأة في عندها وراثة من الدرجة الأولى، قرابة من الدرجة الأولى، يعني الأم أو الخالة، لازم يكون في لون انتباه خاص. هي نفسها دائما منثقف المرأة بشكل عام أنه وقت بتروح مثلا بتدخل على الحمام، هي نفسها تفحص نفسها، إذا لاحظت أي تغير بالشكل، أي تغير بظهور بعض الكتل سواء بالثدي سواء تحت الإبط، انه تراجع الطبيب. هلا في اورام، لانه كثير اورام سليمه كمان بالثدي، مو كلها هي اورام خبيثه، فتراجع مشان تقرير فيما اذا كان هذا الورم سليم او ورم خبيث. ومثل ما قلنا حتى اذا كان خبيث نسبه الشفاء فيه 100% اذا تم التشخيص المبكر. اكيد. طبعا التدخين، الكحول، كمان هدول عوامل كمان مؤهبه. بدنا مانعات الحمل نحاول نبتعد عنها كمان، خاصه مانعات الحمل الاستروجينية، لأنه ثبت أنه مال المديد والسنوات الطويلة كمان لها تأثير مسرطن. أكيد. يعني الدكتور عصام الأمين مدير مشفى المواساة، بدنا نشكر وجودك معنا اليوم، شكرا لكل المعلومات اللي قدمتها لنا، وأكيد كل التوفيق للمشفى، المشفى اللي هي صراحة من الصروح العلمية والتعليمية في سوريا. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لوجودك معنا. شكرا. وهلأ بننتقل لغرفة الأخبار لنتعرف على آخر الأخبار يلي عم تشهدها الساحة السياسية مع الزميلة علا أبو خضر. يسعد صباحك يا علا. يسعد صباحك سهلي، وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل.
أهلا بكم. بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الوضع في سوريا. وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان إن بوتين وأردوغان أكدا أهمية تكثيف الجهود لضمان مناطق خفض التوتر في سوريا ومكافحة الإرهاب والدفع بعملية التسوية السياسية للأزمة فيها. أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس إرهاب دولة منظما وتحمي إرهاب المستوطنين. وقالت الخارجية الفلسطينية إن المستوطنين بدعم من قوات الاحتلال الإسرائيلي يواصلون اعتداءاتهم واستفزازاتهم وارتكاب جرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومزروعاتهم ومنازلهم مثل سرقة الزيتون أو حرق الأشجار أو احتلال بيوت المواطنين. استشهد يمنيان وأصيب آخرون نتيجة غارات جديدة لطيران النظام السعودي على مناطق عدة بمحافظة صعدة. وردا على عدوان النظام السعودي، تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية من القضاء على عدد من مرتزقة العدوان وإصابة آخرين وضبط كمية من الأسلحة في هجوم على مواقعهم في الدبة الرملية بمحافظة شبوة. في خبرنا الأخير، في الذكرى الأولى لمقتل محسن فكري بائع السمك في الحسيمة المغربية، تظاهر عشرات المغاربة في العاصمة الرباط متحدين قرار منع التظاهر. وردد المتظاهرون من أمام مبنى البرلمان شعارات منددة بالفساد وباستمرار حبس نشطاء تظاهروا على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت قبل مقتل فكري. كما شهدت مدن مغربية مختلفة مظاهرات مماثلة. وقال النشطاء إن أغلب الوقفات تعرضت للمنع بحجة عدم الترخيص لها. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. عودة إليك سالي. شكرا لك زميلتنا علا من غرفة الأخبار، مكفين بباقي فقراتنا الصباحية. وين رح نروح سلمى؟ أكيد سالي، مسك الختام رح يكون مع دائما الإيد الشابة والتطوع. ياسمين منسي هو العنوان يلي حملته المبادرة الجديدة اللي أطلقتها أو اللي أطلق فريق كنا وسنبقى التطوعي، واللي استهدف الأطفال المتسربين دراسيا. لنتعرف أكثر على هالمبادرة بصرنا يكون معنا اليوم بصباحنا غير سائد عبد الغني مدير فريق كنا وسنبقى، ونور الرز من الفريق الإعلامي. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. صباح الخيرات. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. بداية خلينا نحكي عن الاسم، نحكي مع حضرتك عن الاسم ياسمين منسي. خلينا نحكي عن هاي المبادرة اللي أطلقتوها تحت هذا العنوان يلي بيحمل كثير من المعاني. تمام. بفريق كنا وسنبقى دائما في عنا يعني هيك يعني عناية كثير باختيار الاسم. مثلا مثل المبادرات في عنا اسم عيرني دفاكي، مبادرة شتوية، كسرة خبزي، مبادرة رمضانية، فكتير بنشتغل على موضوع الاسم. فبالنسبة لياسمين منسي هو هذا الياسمين اللي موجود بشوارع دمشق، وطبعا يعني ما فينا ننكر وجوده، هو موجود فعلا. وممكن بتلاقيه ببيع ورد، ممكن بتلاقيه ببيع محارم، ممكن بتلاقيه معيل لأسرته، ممكن هو يكون كتير متسرب دراسيا، ممكن كتير يكون يعني في اوضاع كثير. حتى من خلال دراستنا لهي المبادره شفنا كثير اوضاع حتى يعني ما كنا نتخيل انه احنا بنشوفها. يعني في مجموعه من الاطفال ممكن يكونوا ضمن عصابه، في حدا بيقول لهم اشحدوا اعملوا وساووا، فانه كثير الموضوع حساس. وبصراحه يعني احنا ما كنا متوقعين انه احنا لازم نشتغل عليه كثير لهالدرجه، انه كنا شايفين الموضوع من الظاهر. فياسمين منسي هن هدول الاطفال اللي تسربوا دراسيا لظروف الحرب وظروف البلد جبرتهم انه يبعدوا عن الدراسة، لظروف أهلهم خلتهم ينزلوا على الشارع ويبيعوا هاي المواد أو يتسولوا أو 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 إلى آخره. وطبعا الموضوع يعني مرتبط كثير بثقافة الأسرة. لما بتكون الأسرة عندها ثقافة جيدة أكيد فيعني ما بتصير مثل هاي الحالات. فمن هون يعني من هون طلعت ياسمين منسي، هي مبادرة تعليمية ترفيهية تعنى بالأطفال المتسولين والمتسربين عن المدارس. نعم. أكيد. يعني نور طبعا رح نتعرف أكيد من سائد عن معلومات أكثر عن مراحل هاي الحملة، ولكن خلينا نعرف منك باعتبارك بالفريق الإعلامي كيف تم الإعلان عن هذا الموضوع. خلينا نقول شو الطريقة اللي اتبعتوها، كيف يمكن تم الترويج للحملة، اللغة اللي خاطبتوا فيها يمكن أكيد المستهدف اللي هنا الأطفال. تمام. هلأ بداية نحن نزلنا على الشارع، شفنا الأطفال، شفنا الحالات، حاولنا نتواصل معهم.
طبعا اول شيء واجهنا صعوبات مثل ما بتعرفوا انه في اطفال هلا عم يصير في عماله عم يكون انه هن مفروض عليهم انه هن يبيعوا اشياء ويرجعوا طبعا هن مشغلين اوقات يعني هن مغصوبين ببعض الاوقات على هذا العمل فكتير اول شيء حاولنا نستخدم اساليب معينه حتى نعرف هدول الاطفال هل هن بالمدارس او هن متسربين هل هن عندهم قابليه انه نحن نشتغل معهم حتى قدرنا نجمع شوي يعني اطفال ومعلومات عنهم وقدرنا حتى يتقبلونا الاهل بالفكره تماما انه نحن بدنا نشتغل معهم بجانب تعليمي وجانب ترفيهي بدنا نحاول نرجع يخافوا ايه تماما يخافوا يعني حتى انه في كان احيانا انه يواجهنا رفض تام انه لا انا ابني اذا ما طلع وباع هذا الشيء وباع البسكوت كذا ما حيجينا نحن ماديا يعني مستفيدين منه تمام فالحمد لله قدرنا نحن نجمع مجموعه من الاطفال تقريبا حوالي 50 طفل نحن لسه عم نترقب معنا يعني 60 طفل ومستعدين ان شاء الله انه نحن نشتغل معهم ان شاء الله يعني انتم وظيفتكم كمان مو بس انكم تحضنوا هدول الاطفال كمان توعوا الاهل يلي هن ما عارفانين شو مصير ابنائهم رح ننتقل لك سائد ونحكي على الفئات العمريه يلي عم بيتم احتضانها دائما احيانا بيكون مثلا بعمر صغير احيانا بيكون مثلا مراهق شاب ممكن بفتره معينه انتم بتحتضنوا جميع هدول الفئات العمريه بصراحه بهي المبادره كونها هي يعني الخطوه الاولى او الانطلاقة كنا وسنبقى بمجال المتسولين والمتسربين دراسيا فاخذنا يعني عينه بين 6 و13 سنه حددتوا يعني الصف الاول والسابع تقريبا هدول يعني اطفال بعمر صغير قابلين للتعلم ممكن كثير يعطوا نتائج يعني هدول يعني خلينا نقول الجيل الجديد اللي هلا عم يطلع تمام حاولنا كثير نركز على هذا الجيل لحتى نبني يعني مجتمع صحي ومجتمع يعني صحيح 100% ان شاء الله ولما ببلش 6 سنين الولد اليوم هو صف اول فاحنا عم نبلش معه من الخطوه الاولى من الدرجه الاولى وبنستمر معهم يعني لمرحله السابع هلا بالسابع يعني المتسربين من السابع بلشنا معهم بمنهاج التاسع انه حلو الخطه معهم انه نشتغل معهم انه بمنهاج التاسع انه حنبلش معهم من الصفر ونوصل بنحاول نوصل لمنهاج التاسع طبعا مده تنفيذ هاي المبادره ما بتتجاوز 3 شهور لانه هي لها تمويل من منظمه بس احنا يعني في عنا افكار للاستمراريه ولتطوير هالمبادره ولا حتى نشرها بس انه كانت هي الخطوه الاولى اكيد نعم يعني سائد مثل ما بنقول ايد واحده لحالها ما بتسائل اكيد يعني اكيد انتم بحاجه لتشبيك مع جهات متعدده مثل ما قلنا هذا الموضوع كثير حساس وخصوصا المتسربين في لهم كثير فئات موجودين قبل الحرب معروف يمكن كثير اسباب كان تواجدهم بالشارع وبعد الحرب صار في تبعات أخرى مين الجهات اللي عم تتعاملوا معها أو عم تشبكوا معها والاستمرارية بهذا الموضوع هلأ كدعم مالي هو UNHCR UNHCR درسوا المبادرة وشاورونا فيها وتحاورنا معهم لحتى بصراحة قدرنا نحصل على التمويل وهذا كان يعني بداية الإنجاز عم نطبق المشروع بالتعاون مع جمعية الندى هن المشرفين المباشرين على تطبيق المشروع يعني دائما التشبيك بيننا وبينهم اكيد في رعايه من وزاره الشؤون الاجتماعيه بس هي دائما بتوصل متاخره يعني قدمنا كتاب لحتى يكون في شيء بالوزاره بس لكن المعاملات بالوزاره يعني بتاخذ وقت كثير احيانا تصل الى شهر يعني في حتى جمعيه ثانيه اسمها سكر موجوده بجرمانه كمان في تعاون وهن ساعدونا يعني نعرف اماكن تواجد الاولاد ونتعرف على اولاد كثير فهدول يعني معظم الجهات اللي احنا بنشبك معهم بهي المبادره تمام رح ننتقل كمان لنور لنحكي عن كيفية التعامل مع هدول الأطفال يلي كانوا تركوا دراستهم ونزلوا على الشارع كيف عم يتم احتضانهم كيف عم يتم التعامل معهم ككوادر لازم تكون كوادر شوي مؤهلة لتقدر تتعامل مع كل طفل أحيانا بيكون في أطفال عندها عدوانية كيف عم تتعاملوا معهم هلا أول شيء طبعا أنه مثل ما بيقولوا هو الابتسامة سر التواصل اكيد فانت هذا الطفل ما بتعرفي انت شو معاني بالشارع شو اسوء وكذا فانا كان بالنسبه لي حتى كلياتنا بتخزين اول شيء اعطيه الابتسامه ريحي نفسيا حسيه بالقرب تمام هن بالنهايه انه بدهم اسلوب معين أكيد. يعني بدهم اول شيء نحن عم نشتغل على الدعم النفسي اكيد في اخصائيين عم نحاول نلاقي طريقه مثل ما بيقولوا شو يعني كل طفل له قفل ومفتاح كيف نحن بدنا نتقرب منه لحتى هو يعطينا يرتاح نفسيا وينفتح معنا تمام على الموضوع
ونقدر نحن نتابع معه نشوف شو عنده قدرات شو عنده مواهب ننمي هاي القصص ونشتغل عليها. أهم شيء إنه هو متى ما تقبلنا، لأنه هو الطفل بالشارع بيكون عنده حذر عنده استعداد دائما انه اي حدا بده يأذيه. اكيد يعني اكثر شيء واجهناه سلوك العدوانيه دائما تماما انه المرحبا بدها اسلوب معين. فهذا الشيء اللي اكثر شيء نحن عم نحاول انه نكون كثير حذرين فيه. تمام. طيب كمان سائد خلينا نحكي عن عدد يمكن الاطفال اللي قدرتوا لهلا توصلوا لهم، الاماكن اللي انتم متواجدين فيها كيف عم بيتم تنسيق هذا الموضوع؟ يعني هن اصلا اطفال متواجدين بالشارع، يعني صعب جدا، يعني خلينا نقول المستهدف من الحمله هو حدا كثير صعب انت تلاقيه اوقات. كم طفل وصلتوا لهلا؟ اليوم عينتنا تقريبا 50 طفل، لكن احنا ضمن الخطه ممكن نوصل لل 60. يعني 50 كثير منيح بالنسبه لاطفال الشوارع كبدايه. يعني عدد جيد يعني هو بصراحه، والوصول له مانو سهل. مانو سهل ابدا. بالضبط، ودائما بتكون المشكله من عند الاهل، انه بيقول لك هذا الولد عم يجيب لي كل يوم 2000 3 انت وين اخده؟ ومتى ما عرفوا انه في حدا عم يسال عنهم بيختفوا من المكان اللي هنا متواجدين فيه. يعني مثل ما قلت لك الموضوع شائك ولسه يعني لازم يندرس اكثر. وبصراحه يعني انا ما كثير بدي اتعمق، بس بدي اقول انه مو كل ولد بالشارع ممكن انه بينعطى، ومو كل متسول بالشارع ممكن انه بينعطى. لا، في اشخاص عم تبني ثروات من هي الامور. وحتى يعني انا من فتره تواصلت مع الامن الجنائي بدمشق، وفي متسولين عندنا يعني بيملكوا ملايين يعني وارقام كثير خياليه. ومو دائما يعني صح انك انت تعطي حدا بالشارع، ممكن انت تكون عم تساهم بالغلط. يعني في أسر يعني فعلا متواضعة، هي الأسر الأصيلة السورية الدمشقية أو من ريف دمشق. هاي الأسر قلنا لهم احنا كفريق كنا وسنبقى، احنا فريق شبابي يعني لسه حتى ما لنا يعني مرخصين كجمعية خيرية، فبس عنا يعني عنا مجموعة علاقات. فأنت تعال بدنا هالولد خلينا ندرسه ونعلمه وناخده شوي، وآخر شيء يوصل على المدرسة يندمج. بس احنا رح نأمن لك مهنة، انت مثلا شو شغلتك؟ انا حداد او نجار او او او، فاحنا رح نخضعك لدوره بالتعاون اكيد مع منظمه او جمعيه. هي يعني كمان فرص عمل انتم خلقتوا للاسر. يعني هو كان يعني عطفا على كلامك، انا ما فيني اخذ ولد من الشارع اللي هو عم يأمن دخل من الاسره واترك الاسره بلا اكل. والسله الغذائيه هي ما عادت حل، يعني اليوم الاغاثه بشكل عام هي ما عادت حل، يعني احنا خلص صرنا بمرحله نهايه الحرب. فاليوم يعني من المهم انه نشتغل شيء تنميه. فانت شو كانت مهنتك قبل الحرب او شو بتشتغل شو بتعمل؟ انا دهان، انا حداد، انا خياط. طب تعال انا رح اخذك لدوره خياطه او احدادي او الى اخره اللي انت بتحب تشتغله، وراح اقدم لك عده او تمويل بسيط وانت انطلق بحياتك. انا انه في منظمات بتقدم بين 500 الف والمليون كقرض، واذا نجح المشروع المنظمه ما بتسترد القرض، واذا فشل المشروع بسده على اقساط كثير يعني طويله. فتعال احنا ناخذ هذا الطفل منك، نقدم لك هذا القرض وانت بلش حياتك يعني بالطريقه الصح. يعني ما عاد في داعي هاي الاطفال تنزل وتقعد بالشوارع تسول او تبيع اي شيء. اكيد يعني فكره حلوه، بنتمنى لكم كل التوفيق يا رب، ان شاء الله تقدروا تحصلوا كمان على نتائج ملموسه بوقت قصير، وتحصلوا كمان انه توصلوا لكثير من الاطفال المتواجدين. شكرا لكم. شكرا لوجودكم معنا، ان شاء الله يا رب هيدي المبادره بتكبر يعني بتصير لها طبعا مجالات غير الفئات العمريه اللي حكيت عنها، يمكن تستهدف فئات عمريه ثانيه. وشكرا لوجودكم معنا، اهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم. أكيد سالي، وين محطتنا الأخيرة هلا؟ رح نروح هلا مع بعض النصائح، نصائح عن سرطان الثدي والتوعية طبعا مع زميلتنا أريش فرزلي. خلونا نتابع سوا. يمكن الكتار منا بيسمع خلال نهاره كلمة سرطان الثدي، لكن القليل من السيدات بيمتلكوا الجرأة أنه يتوجهوا لأقرب مركز ويخضعوا للفحوصات. خلونا بالبداية نتعرف بلمحة سريعة على مرض سرطان الثدي. هو نوع من أنواع السرطانات يظهر في أنسجة الثدي، من علاماته تغيير في شكل الثدي وظهور كتلة أو بقع حمراء ذات قشور. وفي حال انتشار المرض بالجسم تظهر العلامات التالية: ألم في العظام، انتفاخ في الغدد الليمفية، ضيق في التنفس أو اصفرار في الجلد. لنتجنب الإصابة بهالمرض يلي كتار منا بيسموه هداك المرض، خصصت الجمعية السورية لمكافحة السرطان ضمن حمل أيام مجانية للمعاينات وتصوير الماموغرام والإيكو للسيدات. لهيك فيك تتوجهي لأقرب مركز طبي معني بهالفحوصات. منظمة الصحة العالمية أكدت أنه من بين كل 6 وفيات على مستوى العالم تنتج واحدة منها عن السرطان، كما يتم تشخيص إصابة 14 مليون شخص كل عام بالسرطان. وبين 5% ل 10% من الحالات الناجمة
بتكون عن طفرة جينية متوارثة عبر الأجيال، ومعظم الوفيات تحدث بالدول الفقيرة والنامية. لهيك بيبقى نذكرك إنه الكشف المبكر بينقذ حياتك. سالي، أكيد مع هالنصيحة يلي أعدتها زميلتنا أريج بكون حلقتنا لليوم وصلت لنهايتها. نحن رح نبقى معكم على الموعد كل يوم الساعة 9 الصبح، فكونوا معنا على الموعد. لكل يلي بيحب يبقى على اطلاع بآخر الأحداث والمستجدات، خليكم برفقة شاشة الإخبارية السورية عبر تغطياتها المستمرة على مدار اليوم. أكيد لحراس وصناع الأمان أبطال الجيش العربي السوري، تبقوا بألف خير. نهارك سعيد سالي. نهارك سعيد سلمى، ويعطيك العافية. وأكيد ختامنا رح يبقى يحمل الأمل بوجودكم وصمودكم أبطالنا بالجيش العربي السوري. وأكيد لكل يلي عنده فكرة أو موضوع حابب يشاركنا فيه، ابقوا على تواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. كل الرحمة لشهداء سوريا مدنيين وعسكريين، كل التحية لكم، وإلى اللقاء. باي باي. باي باي.